السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في شرح درس جديد بعنوان أوضاع نقطة ومستقيم ودايرة بالنسبة لدايرة. تعالوا الأول هناخد وضع نقطة بالنسبة لدايرة. أول حاجة لو كان عندي الألف ميم أكبر من نقطة يبقى النقطة بتاعتي دي بتقع خارج الدايرة. تاني حاجة لو الألف ميم بتساوي النق يبقى أنا عندي النقطة بتاعتي بتقع على الدايرة. طيب تالت حاجة عندي لو عندي الألف ميم أقل من النق يبقى النقطة بتاعتي بتقع داخل الإيه؟ الدايرة. دي بالنسبة لأوضاع نقطة بالنسبة لدايرة. يبقى تاني عندي تلات أوضاع، إذا كان ألف ميم أكبر من نق يبقى النقطة بتقع خارج الدايرة، تاني حاجة لو ألف ميم بتساوي نق يبقى النقطة بتقع على الدايرة، تالت حاجة لو ألف ميم أقل من نق يبقى النقطة بتقع داخل الدايرة. طيب لو جه بيقول لي مثلا حدد موقع كل نقطة، مثلا مديني بيقول لي أنا عندي دايرة ميم النق بتاعها اللي هو نص القطر بخمسة، حدد موضع النقط. عندي ألف ميم بيساوي 7 سنتي وألف ميم بيساوي 5 سنتي وألف ميم بيساوي 3 سنتي وألف ميم بيساوي 0 سنتي. تعالوا كده نحدد موضع كل نقطة من دول كده يا شباب. الألف ميم هنا عندي بكام؟ بسبعة، ده السبعة أكبر من الخمسة يبقى بيقع فين؟ خارج الدايرة. طيب ألف ميم بتساوي خمسة ده بيساوي النق يبقى على الدايرة. طب هنا عندي الألف ميم بتلاتة أصغر يبقى هيقع داخل الدايرة. الألف ميم هيبقى بصفر في الحالة ديت يا جماعة، يبقى بيقع في مركز الإيه؟ يبقى بيقع في مركز الدائرة. ده بالنسبة لوضع نقطة بالنسبة لدايرة. طب تعالى بقى مع بعض كده نشوف وضع مستقيم بالنسبة لدايرة. وضع مستقيم بالنسبة لدايرة عندي أول حاجة لو كان المستقيم بتاعي خارج الدايرة. تمام؟ خارج الدايرة يعني إيه؟ يعني بيكون عندي المستقيم بتاعي تقاطعه مع الدايرة بيبقى عبارة عن فاي. طب تقاطعه مع سطح الدايرة بيبقى برضه عبارة عن فاي. ليه؟ لانه بيقع خارج الدايره. لو انت عايز تشوف الرسمه بتاعتها اهوت، تمام، وانا عندي ده المركز المستقيم بتاعي اهوت بيبقى خارج الدايره، ده المستقيم اللي هو لا. طيب تاني حاجه عندي المستقيم قاطع الدايره، بيبقى قاطع الدايرة ازاي؟ يعني بيبقى لام تقاطعه مع الدايرة في نقطتين مثلا جيم ودال، تمام، ومع سطح الدايرة مع سطح الدايرة في قطعة اللي هي جيم دال. لو جينا رسمنا كده اهوت دايرة مركز ميم، تمام، المستقيم بتاعي بيبقى قاطع. قاطع ازاي؟ اهوت هنا قطعها في جيم وهنا قطعها في دال. معايا كده يا شباب؟ طيب الحالة الثالثة بتاعتي لو المستقيم بتاعي مماس للدايرة، لو مماس للدايرة ازاي مماس؟ لو انا رسمت لك اهوت المستقيم بتاعي اهوت يبقى مماس بيمس الدايرة. خلاص؟ مثلا عند النقطة ديت اسميها ألف. طيب في الحالة ديت يا شباب بيكون عندي لام تقاطع الدايرة،
لام بيقطع الدائره في ايه؟ في النقطه الف. طب بيقطع سطح الدائره في ايه برضو؟ في النقطه الف. معايا كده يا شباب؟ طيب المستقيم خد بالك اللي هو خارج الدائره بيكون في الالف ميم بيكون اكبر من النق. معايا كده؟ طب القاطع الدائره بيكون الالف ميم اقل من النق واكبر من او بيساوي الصفر. المماس للدائره بيكون الالف ميم بيساوي نق. امال يا مستر في حاله لو الالف ميم بتساوي صفر؟ لا، في الحاله ديت بيبقى عباره عن ايه؟ عن محور تماس. نروح كده لوضع دايره بالنسبه لدايره. تعال نشوف وضع دايره بالنسبه لدايره. ازاي بجيب وضع دايره بالنسبه لدايره؟ اول حاجه لو انا عندي دايرتين متباعدتين، لو انا جيت رسمت انا عندي دايره وعندي دايره ثانيه اهي، دي دايره اسمها ميم ودي دايره اسمها نون. الدايرتين دول متباعدتان. ليه الدايرتين دول بسميهم دايرتين متباعدتين؟ بيقول لي لان انا عندي الميم نون بيكون اكبر من نق واحد زائد نق اتنين. تاني، لان ميم نون بيكون اكبر من نق واحد زائد نق اتنين، ده كده نق وده كده نق، تمام؟ ده لو سميته نق واحد وده نق اتنين، فالميم نون بيبقى اكبر من نق واحد زائد نق اتنين. ده بالنسبه لاول حاجه عندي. طيب تاني حاجه، لما يكون الدايرتين متماستين من الخارج، لو انا رسمت دايره ودايره ثانيه اهيت بتمسها من الخارج، هنا ميم وهنا نون. طيب ده نق واحد وده نق اتنين، امتى بيكون متماستين من الخارج؟ متماستان من الخارج امتى؟ لما يكون الميم نون بيساوي النق واحد زائد النق اتنين. معايا كده يا شباب؟ طيب الحالة اللي بعد كده، امتى بيكون عندي الدايرتين بتوعي متقاطعين؟ ازاي؟ لو انا رسمت ادي دايرة وادي دايرة تانية بيتقطعوا مع بعض، خلاص؟ اهمت لو دي سميتها ألف ودي سميتها ب، هنا نون وهنا ميم. طيب الدايرتين المتقاطعتين دول يا شباب بيكونوا متقاطعين امتى؟ لما يكون الميم نون اكبر من نق واحد ناقص نق اتنين اكبر من الطرح واقل من المجموع اللي هو نق واحد زائد نق اتنين. دي كده منطقة الايه؟ التقاطع. معايا كده يا شباب؟ طيب عندي حاجة مهمة جدا، بيقول ان خط المركزين عمودي على الوتر المشترك من منتصفه. يعني ايه؟ يعني هو عبارة عن محور تماثل له. يعني النون ميم ده محور تماثل المين القطعة ألف ب. الميم نون عبارة عن محور تماثل مين الألف ب. طيب نروح لبعد كده، عندي رقم أربعة بيقول لي متمستين من الخارج، إمتى بيكونوا متمستان من الخارج؟ بيكونوا متمسين من الخارج لما يكون عندي، انا لسه قايلها لك هنا اهوت، لما يكون الميم نون بيساوي النق واحد زائد نق اتنين. طيب يبقى انا هنا يا مستر عايز اعرف امتى بيكونوا متمسين من الايه؟ من الداخل. طيب تعالى هقول لك امتى بيكونوا متمسين من الداخل. بيكونوا متمسين من الداخل لو كان عندي الميم نون بيساوي نق واحد ناقص نق اتنين. طيب خامس حاجة عندي، امتى بيكونوا متداخلتان؟ بيكونوا متداخلتين امتى؟ لما يكون الميم نون اقل من نق واحد ناقص نق اتنين. طيب رقم ستة، امتى بيكونوا متحدة المركز؟ امتى بيكون متحدة المركز؟ لما يكون الميم نون بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي صفر. يبقى بيكونوا متحدة المركز لما الميم نون بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. معايا كده يا شباب؟ وعندي برضو شوية نتائج مهمة لازم تاخد بالك منها. انا قلت لك ان خط المركزين لدائرتين متمستين يمر بنقطة التماس ويكون عمودي على المماس المشترك.
تاني نتيجة عندي. خد بالك ان دول مهمين جدا. خط المركزين لدائرتين متقاطعتين يكون عموديا على الوتر المشترك وينصفه. يعني ايه؟ يعني هو بيكون محور تماثل لي. وبكده شباب نكون وصلنا الى نهاية درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.